بالعمل تبنى الأمم، وبسواعد الأبناء تزدهر الدول، من الغوص والمخاطرة إلى أرقى منظومات التوظيف في العالم. الإمارات أرض خصبة لكل مجتهد ومبتكر، فالإيمان بالعقول سمة الدولة وشغلها الشاغل. مساكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله ويانا في استوديو الظفرة، ونبدأ وياكم حلقتنا بأبرز العناوين. سوق العمل في الإمارات ازدهار ونماء عاما بعد عام. علي السبعان مشاهدات وشعر من زوايا مختلفة. تقنيات حديثة في خدمة الساحرة المستديرة. سينما عقيل، سحر السينما عبر العدسة. تعتبر الدولة من أكثر الدول في المنطقة التي تتوافر فيها فرص عمل سواء للمواطنين أو المقيمين، ولكن مع التطور التكنولوجي الكبير خلال السنوات الأخيرة ودخوله في السوق، تغيرت متطلبات الوظائف والتخصصات، فبعض الوظائف قل الطلب عليها وبعض الوظائف زاد الطلب عليها. لطالما كانت الإمارات وجهة للعديد من الناس الراغبين في تحسين مستوى معيشتهم والبحث عن دخل مرتفع، فتعمل دولة الإمارات على تعزيز بيئة الأعمال عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتواصل جهودها للانتقال إلى اقتصاد معرفي، لكونه أحد ركائز الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 الهادفة إلى زيادة نسبة التوطين، حيث تهدف الحكومة إلى توفير الحياة الكريمة للناس. لذا وضعت الأجندة الوطنية 12 مؤشراً وطنياً لمتابعة التقدم الذي تحققه في هذا المجال، وتهدف دولة الإمارات إلى مضاعفة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 10 أضعاف الرقم الحالي بحلول عام 2021. وتماشياً مع سياسات الدولة في التحول الرقمي، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين الموقع الإلكتروني كيريرز، الذي يتيح للباحثين عن العمل في داخل الدولة وخارجها إدخال سيرهم الذاتية وإنشاء ملفاتهم الخاصة للاطلاع على الوظائف الشاغرة أولاً بأول، ومساعدة الشركات العاملة في الدولة على إيجاد الشخص المناسب. كما أجريت عديد الدراسات التي وصلت إلى أن الوظائف الهندسية بتخصصاتها المختلفة الأكثر طلباً، تليها تخصصات إدارة الأعمال ثم العلوم الطبية. فما هي فرص سوق العمل في الإمارات؟ وما هي خطة الدولة لزيادة نسبة التوطين؟ والحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف مريم المري، مدير إدارة الاستقطاب والتعيين في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، والأستاذ أحمد الكندري، مدير إدارة شؤون الموظفين للموارد البشرية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان. يا مرحبا فيكم ويانا. حياك الله اختي. شحالك اختي مريم؟ الحمد لله، الله يسعد. استاذ احمد شحالك؟ عساك بخير. استاذ عبير، واليوم سعيدين بوجودنا اليوم هنا، وان نوصل المعلومه والمعلومه الاداريه حق المشاهدين الاعزاء. تسلم، ما عليك زود. بدايه استاذ احمد، كيف ترى سوق العمل حاليا في الامارات؟ هل هو نشط من حيث تواجد وتوفر الفرص الوظيفيه؟ في الحقيقة نعم، يعتبر سوق الإمارات من الأسواق الواعدة صراحة، يعني في خلق الفرص الوظيفية لكل الجنسيات. اليوم أساس أن نتكلم في سوق العمل، يفترض أن نشوف تاريخ الوظائف في السابق، وأساس أن نتعرف على تاريخ الوظائف في المستقبل. لو نرجع ما قبل السبعينات، قبل قيام الاتحاد، كانت الوظائف تعتمد على العنصر البشري، القوة الجسمانية حق الموظف نفسه. وكان كذلك لها سمات خاصة، أنها كانت تعتمد على الذكور أكثر من الإناث في هذه الفترة. بالفعل في السابق كان هذا الشيء موجود. بالضبط. مع مرور الزمن بعد قيام الاتحاد بدأت تطلع معنا وظائف إدارية تتعلق بالوزارات والاتحادات والمحليات اللي موجودة بالدولة. نعم. وكذلك كان الاتجاه العام أغلب المواطنين كانوا يتجهون إلى سلك القوات المسلحة.
يمكن لأن أسهل شيء بالنسبة لهم، ما يبون يتعبون أعمارهم. لأن الفرص كانت في هذه الأيام يعني معدودية الوظائف اللي موجودة بالوزارات فهي محدودة، وكان القوات المسلحة يعني فرص الوظائف فيها والتطوير الوظيفي كان جدا عالي. نعم. وفي هاي الفترة خلق نوع من المفاهيم اسمه مفهوم إدارة شؤون الموظفين. مهامها كانت الاعتناء بإجازات الموظفين، رواتبهم، يعني المهام اللي كانوا يدورون فيها كانت مهام بسيطة جدا جدا. في الثمانينات طلع عندنا مفهوم جديد، طلع عندنا مفهوم إدارة الموارد البشرية. هذا مفهوم أعم وأشمل في الموارد البشرية، يتكلم عن تطوير مهارات الموارد البشرية، رفع كفاءاتهم، يتكلم عن الإنتاجية، رفع الإنتاجية مالت الموظفين، تحفيز الموظفين. وما بعد الثمانينات إلى اليوم طلع عندنا مفهوم جديد في الموارد البشرية اللي هو مفهوم إدارة المواهب. نعم. يعتبرون الموظف هذا موهبة لأنه الركيزة الأساسية بس شو المقصود بإدارة المواهب؟ إدارة المواهب لما يكون عندك اليوم الموظف هذا، أنت تشوف شو المهارات اللي موجودة عنده وتحاول تستغل هاي المهارات اللي موجودة عند الموظف بحيث أنه تخلق الابتكار والإبداع في المخرجات النهائية مالت منظومة العمل اللي أنت تشتغل فيها، القطاع الخاص أو القطاع العام. جميل. طيب أختي مريم، شو هي أهم التخصصات والمهن المطلوبة برأيك خلال آخر سنتين؟ طبعا من التحولات اللي صارت حاليا في سوق العمل من ناحية التكنولوجيا وتطورها، فيعني ملاحظة أن الوظائف اللي هي التقنية من ذكاء صناعي، روبوتات، تكنولوجيا، الهندسة، وربطها الأشياء بالتخصصات الطبية والتقنية والخدمية، فمتوقع أن الوظائف الطبية والهندسية في مجالات مختلفة بتتغير طبيعة عملها، وبتأثر أيضا على طبيعة العمل الإداري وطريقة إدارة الأعمال. طيب هل عدد الشواغر يتوافر مع فرص العمل أستاذ أحمد ولا لا؟ نعم. إذا بنتكلم عن الشواغر والفرص المتاحة، يفترض أن نشوف بعض المؤشرات اللي موجودة اليوم على أرض الواقع. معدل البطالة في دولة الإمارات في عام 2019 كان 0.5%. الحمد لله. بمعدل يعني من كل 200 طالب وظيفة، نعم، واحد يكون عاطل عن العمل. نعم. هاي من المؤشرات العالمية اللي هي دولة الإمارات تعتبر متقدمة فيها، يعني متميزة في هذا المجال. في بعض الدول تصل إلى 8 و9 و10، لكن الحمد لله دولة الإمارات إلى 0.5، أعتقد معدل جيد. عندنا مؤشر آخر في عام 2018 من خلال استراتيجية أو الأجندة الوطنية 2021، كان في عام 2018 مستهدف 20,000 وظيفة، وفي عام 2019 مستهدفين 30,000 وظيفة. فالفرص حاليا موجودة للمواطنين لشغل هاي الوظائف، عليهم بس انهم يطورون مهاراتهم وكفاءاتهم على اساس انه يلتحقون بهاي الوظائف. انت قلت يطورون مهاراتهم وكفاءاتهم، كيف نقدر ننمي الاستثمار في الشباب ونأهلهم للمهن اللي مناسبه لهم؟ نعم. في الحقيقة يعني لله الحمد الدولة ما قصرت في هذا المجال، قامت تقدم دورات تدريبية ما قبل الوصول إلى مرحلة. نعم. العمل يأهلون الشباب هذيلا في شتى المجالات، دورات إدارية، دورات مهنية، دورات. جميل. تخصصية. نعم. بالإضافة إلى أن القطاع الخاص اللي هم متمثل في الجامعات حاليا، اعتقد عندهم الورك بليسمنت، يعني. نعم. الطالب نفسه يصير عنده مساق كامل خلال 3 شهور عملي يكون. ايوه عملي، يصير في جهه معينه ويمارس النظريات العلميه اللي تعلمها ويطبقها على ارض الواقع. نعم. جميل. طيب استاذه مريم، شو برايك، هل بزياده عمل المواطنين الحين في سوق العمل نشوفهم زادوا في الشركات الخاصه، شو رايك في هالشيء؟ متوقع ايضا ان شاء الله ان المواطنين في سوق العمل في الحكومي والخاص بيزداد عددهم، وايضا
حسب التخصصات الجديدة بتنطرح وظائف جديدة ما كانت مطروحة سابقا، وبتنتهي وظائف قديمة كانت موجودة في السوق. مثل شو هالوظائف إذا على حسب يعني على سبيل المثال مهندس معماري حسب آخر يعني الأمور اللي تطورت أنه ما بتحتاجه، بيكون في أشياء تقنية فمثل مهندس ذكاء صناعي، مهندس روبوتات، يعني مسؤول عن الذكاء، الحسابات والداتا وإدارة البيانات. فهذه الأشياء بتكون جديدة على الجيل الجديد وهي متواكبة مع آخر المستجدات. طيب أستاذ أحمد، خبرنا الحين نحن ما شاء الله نحن قريبين على الحدث الكبير اللي كلنا نترياء إكسبو 2020، شو تتوقع الفرص الوظيفية خلال إكسبو؟ في الحقيقة يعني إكسبو الحمد لله حظيت دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة إكسبو 2020 تحت شعار تواصل العقول لصنع المستقبل. في الدراسات الأخيرة لأحد المحطات الفضائية سوتها كانت تتكلم عن استثمرت دولة الإمارات العربية ما يقارب 156 مليار درهم في إكسبو 2020، متمثلة في بناء البنية التحتية، بناء الفنادق، شبكة الطرق والمواصلات، الواجهات الترفيهية، المعالم السياحية. فكل هذا المبلغ 156 مليار طبعا له انعكاسات على الوظائف، الناس اللي بيشتغلون. صحيح. إكسبو 2020 حرك تقريبا ما يقارب 71 مصنع من مختلف القطاعات، مصانع الاخشاب، مصانع الطابوق، مصانع الاسمنت، الاسفلت، الحديد. فهاي اللي شغلها اللي هو عامل البشري. صحيح. العنصر البشري، فكل ما زادت الاستثمارات في القطاعات هذه انعكاساتها على احتياج القطاعات هاي للموارد البشرية لخدمة هذا القطاع. نعم، جميل. أستاذة مريم، نظرتك المستقبلية لسوق العمل في الدولة؟ أتوقع في أنه بيزدهر بحيث أنه بيشمل وظائف متنوعة، وأيضا طريقة العمل بتتغير، فبيكون في دوام عن بعد ودوام يعني مرن أكثر من الحالي بحيث يتواكب مع احتياجات سوق العمل وأيضا احتياجات الاجتماعية والإنسانية. نعم. للي قاطنين في البلاد. جميل. أستاذ أحمد، نحن شفنا حين الفترة الأخيرة في صارت عندنا تطبيقات تخص التوظيف، شو نظرتك المستقبلية للتوظيف؟ صراحة يعني في كثير من التطبيقات الموجودة اليوم في على أرض الواقع، أخص فيها يعني التطبيقات اللي هي الحكومية اللي الواحد يعتمد عليها بشكل كبير. نعم، مثل شو هالتطبيقات إذا تعطينا مثال عنها؟ في عندنا تطبيق اللي هو دبي كاريرز. نعم. .ae. التطبيق هذا تابع لحكومة دبي، دائرة. نعم. الموارد البشرية، وفي يجتمع العارضين للوظائف والطالبين للوظائف. نعم. فيعتبر مثل معرض للوظائف مصغر موحد، الواحد يشوف شو هي الوظائف اللي هي موجودة وتتناسب. نعم. مع قدراته وإمكانياته. نعم. نحن صراحة استأنسنا بوجودكم معنا، وشكرا جزيلا على المعلومات اللي قدمتوها لنا، وإن شاء الله نستضيفكم في الحلقات الأخرى إن شاء الله. نحن سعيدين أكثر. مشاهدينا مستمرين، لكن بعد الفاصل خلكم ويانا. علي السبعان، مشاهدات وشعر من زوايا مختلفة، تقنيات حديثة في خدمة الساحرة المستديرة، سينما عقيل، سحر السينما عبر العدسة. بين الشعر وكتابة السيناريو وأدب الأطفال، يروي مشاهداته من زوايا مختلفة، حيث بدأ القراءة بكتاب مسروق وأبحر في التراث من خلال والده الأمي. نقف مع ضيفنا اليوم على مفارقات عديدة من قيود الوظيفة إلى حرية الإبداع. الشاعر علي السبعان، قصيدته نهر من التساؤلات ولغته مفردات الطفولة. Thank you.
أنا أعتقد أن الشعر هو أمر يعني مثل كما تتشكل اللؤلؤة في المحارة. يقال أنه حبة رمل تدخل فتصبح مزعجة لهذه المحارة فتحاول أن تغلفها لتعزلها عن بقية جسد المحارة. أعتقد أن الشاعر في أساس الشعر هو محاولة عزل هذا الوجع وإخراجه بسلام إلى الخارج دون أن يمارس جناياته في داخل الإنسان. قد يتحول إلى لؤلؤة وقد يتحول إلى حجر، بعض الشعراء يخرجون أحجاراً وليس لؤلؤاً. في زمن الحرب يكون الشعر صوت المعركة، في زمن السلم يكون صوت الوعي، صوت الفكر، في أزمنة الرخاء قد يصبح رفاهية في نظر الآخرين، يعني في نظر المجتمعات، لكن الشعر يبقى عظيما لا غنى عنه، وبالذات للإنسان العربي. الإنسان العربي شاعر بطبعه. الوعي في الشعر من الخطأ أن ينمط. هناك من يعتقد أن مستوى لغة الشعر هي تنم عن الوعي، أو هي تمثل الوعي، هي تنم عن شيء من الوعي لكنها لا تمثله. قد يكون الوعي في قصيدة مفرداتها بسيطة تهدهد بها أم طفلها، وقد يكون في قصيدة رجل أمي لم يتاح له من التعليم شيء لكنه يعي الحالة التي يتحدث عنها أو ينطلق منها. فالوعي أعتقد أنه مرتبط بالشعر، لا يسمى شعراً إلا إذا كان فيه شيء من الوعي. الكلام الموزون والمقفى بلا وعي ليس بشعر أساساً، فالشعر والوعي متلازمان أبداً. الجميل أني في السعودية قبل ما أجي كنت مشارك في اللغز الرابع، وأتاني تكريم خاص إلى السعودية وهدية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، مع أني لم أحل اللغز، لكن كان التكريم على جمال القصيدة. فسبحان الله دارت الأيام وأصبحت جزء من لجنة الفرز والإعداد للغز، لغز صاحب السمو الشيخ محمد، اللغز الخامس أعتقد. وكانت تجربة غير عادية، كنا نتلقى، أتذكر أن تلقينا لهذاك اللغز الخامس أو السادس ما لا يقل عن 25,000 قصيدة من الوطن العربي، من المغرب، من ليبيا، من مصر، من اليمن، من دول الخليج بطبيعة الحال، من سوريا، من فلسطين. يعني بيّن لي شيء، إحنا كنا نعتقد أن الشعر الشعبي أو ما يسمى بالنبطي أنه عندنا بس، وجدت تجارب مذهلة وجميلة في الوطن العربي كله تنهج نفس المنهج، وهذا يدل على أننا نسيج واحد. وأنا أتمنى أنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يعيد هذا اللغز، لأنه أحيا فن كان مهجور ونسي وترك، فأعاد له الروح ولم يخذله الشعراء. القصيدة هي موجهة لوالدي حفظه الله، رداً على عتاب وغياب. سلام الله من الفرقة على وصل طويل البال، سلام الله من الغيبة على حضور يخجلها، سلام الله على قلوب غدت فيها الجروح رجال، ولا بعض القلوب اللي بلا جرح يرجلها. تعاتبني على ويش بتعاتبني على الترحال، أنا أصلاً ما خلقت إلا أحط الرجل وانقلها، ولد رجلاً إذا هاضه سنة البارق رمى الفنجان، ولو يمحل بطن كفه قطع كفه وبدلها. تعاتبني على وشهم على أني ما جمعت المال، أنا أكتب على الأوراق لكن ما أعرف أكلها، وأنا مرجي سعة يد ولا طامع براحة بال، أنا من الناس لو عدله تقول الله يعدلها. تعاتبني على هالكلمتين اللي على أول فال، أسهلها وخلق الله تعي ما تسهلها، أنا ما خاف لا قالوا عن أصدق ما كتبته بال، أخاف أصير من هبل بريق السيف عقلها.
مرت الساحرة المستديرة عبر الزمن بتطورات كبيرة على جميع الأصعدة، فالكرة التي لعبها الإنجليز في بدايات اللعبة الأولى لم تعد تشبه على الإطلاق نظام الكرة في الوقت الحالي. تطور تكنولوجي كبير غير شكل اللعبة الشعبية الأولى في العالم. لنتابع. التكنولوجيا دخلت في جميع مجالات الحياة حتى كرة القدم. الرياضة الأشهر في العالم تدار اليوم بالتكنولوجيا. مرت كرة القدم بمراحل عديدة منذ بداياتها عبر العصور، ومع التطور التكنولوجي الذي نعيشه أصبح لابد من اقتحام التكنولوجيا عالم الساحرة المستديرة. فمن رذاذ السبراي ووسائل الاتصال الخاصة بالحكام وتطبيقات القياسات البدنية الخاصة بالأطقم الفنية إلى الكرات الذكية وتقنية خط المرمى إلى أخيراً حكم الفيديو المساعد VAR، التقنية الجديدة التي نالت العديد من الإشادات باعتبارها أداة مساعدة للحكام لاتخاذ القرارات الصحيحة وتجنب ظلم أحداً على حساب الآخر، وأيضاً العديد من الانتقادات بسبب تعطيل المباريات وكثرة الرجوع إلى حكم الفيديو، ما أثار ردود أفعال كثيرة عن جدوى استخدام التقنيات الحديثة في مباريات كرة القدم. إذن هل استخدام التقنيات الحديثة في مجال كرة القدم أفاد اللعبة أم أضرها؟ والحديث عن عوالم المستديرة، يسرنا أن نستضيف الكابتن فيصل تاتان مدرب كرة القدم في نادي الوصل. يا مرحبا بك. أهلا وسهلا. كيف الحال؟ عساك بخير. نورتنا. الله يخليك. بداية حابة أسألك، كيف بدأت لعبة كرة القدم؟ كرة القدم أول ما ظهرت في الصين. نعم. في القرن الثاني والثالث الميلادي. بعدين ظهرت بعد بال 1300 في اليابان. عند الإنجليز. في اليابان. وكانوا يلعبوا بكرات مليئة بالصوف والشعر. بس في الصين لما كانوا يفوزون يعدون الولائم. بالضبط. وإذا خسروا كانوا يعاقبون الخاسر وكانت بطريقة. عبارة لا تعتبر كرة قدم كرة قدم، كانت مزيج بين كرة القدم والمصارعة والضرب. فكانت مزيج ما تشبه كرة القدم لحد هذا. نعم. في 1300 كمان ظهرت في اليابان. في الصين كانوا يسموها سو شو. كرة القدم يعني سو شو. فظهرت في اليابان بال 1300، كانوا يلعبوا في ملعب عبارة عن دائرة. ويتقاذفوا الكرة بين الإيد والقدم. عادي يعني. عادي. بعدين في تقريبا 1863 ظهرت في انجلترا. نعم في انجلترا. في انجلترا بدت يعني او تتبلور معالم اللعبه. تطورت شوي. تطورت اللعبه فشكلوا اول اتحاد انجليزي في 1863. نعم. اول اتحاد انجليزي اتحاد كرة قدم في انجلترا. نعم. بعد ذلك الدول الثانية بلشت عن طريق البحارة عن طريقها تدخل هالألعاب هاللعبة هاي على الدور الثاني. فألف وتقريبا وتسعمية وأربعة تأسس الاتحاد الدولي وانتسب عليه الاتحادات الإقليمية وسووا اتحاد لكرة القدم على مستوى الدول اللي فيها الألعاب. وكانت يعني معدودة. فطورت اللعبة، بدت تتبلور 11 لاعب، كان يلعبوا مثلا اول 15 20 ضد 20 وجري ومصارعه وضرب. تبلورت اللعبه، صارت 11 ضد 11، صارت مرتبه اكثر، صارت مرتبه. نعم. صار تحدد معالم الملعب. نعم. كان شوي مربع تحسن، صار طول، صار عرض، بعدين اخذ شكل المستطيل وعدد اللاعبين. نعم. وصار يحطوا حكام، كان حكم واحد. هلا صار يحطوا حكام، حكم ساحة، حكم راية، حكم مساعد، ثلاث حكام. فاللعبة تبلورت. طيب. وصارت تشكلت الاتحادات، عفوا تشكل الاتحاد الدولي.
فالاتحاد الدولي قام في أول نشاط له في أول بطولة على مستوى العالم في الأوروغواي 1930. هذه مش القوانين اللعبة اللي تغيرت بهالحالة بال 1930 تغيرت يعني قوانين اللعبة بشكل عام واستمرت للحين على بعض التعديلات نضاف إلى بعض التعديلات بس كانت موجودة مثلا ممكن كان في البدايات ما في تسلل شغلات بسيطة بس عموما بس عطينا شو هي القوانين اللي ما كانت موجودة قبل والقوانين اللي طلعت الحين ويعني صارت موجودة يعني بالبدايات قصدك يعني في البدايات ما كان في تسلل ما كان في يعني يلعبوا اللعبة بشكل بين كانت مختلطة بين الركبة وكرة القدم تأقلمت صارت اللعب بالقدم بس كان الحارس يمسك الكرة ويمشي فيها كان يضيع الوقت كان يعني بلش الاتحاد الدولي يحط قوانين نعم. ويحط ضوابط فعلى مر السنين بدت الضوابط كل ما لها تحسن به وتطور من اللعبة فصار دخلوا في يعني من الاستمرارية اللعبة صار الحارس ما بحق له يمسك الكرة إذا رجع له إياها الرفيق وما بيصير يمسكها لازم يلعب كله مشان عملية تسريع الأداء تسريع وعدم إضاعة الوقت طيب كابتن فيصل خبرنا أكثر عن التقنيات اللي أدخلوها في اللعبة لعبة كرة القدم التقنيات الجديدة عدت بأكثر من مرحلة هلا حاليا مثلا نبدا من حاليا موجود الفيديو الفار نعم الفار هو عبارة عن عامل مساعد للحكام نعم في ناس عندها وجهة نظر انه هذا اضر في اللعبة هاي بس انا بشوف من وجهة نظري انا كمدرب وكمشاهد انه حقق العدالة في اللعبة يعني في قبل الفار كان اخطاء طبعا الحكم انسان والانسان معرض للخطا اكيد الفار حد من الاخطاء الاخطاء البسيطه عادي بس الفار حد من الاخطاء التي تسبب ممكن خساره او فوز نعم فممكن التسلل اللي هي عقده العقد في كره صحيح. القدم ضبطها الاهداف تسجيل الاهداف نعم يعني حقق نوعا ما عداله للفريقين نعم. في كره القدم جميل بس ممكن يكون شوي في تاخير في اللعب هاي فهذا بس العداله في كرة القدم أو في أي شيء نعم. مطلوبة نعم جميل يعني. نحن راح نواصل الحديث معك بس راح ناخذ الحين اتصال معنا السيد عبد الله إبراهيم رئيس جمعية الإعلام الرياضي في دبي أستاذ عبد الله إبراهيم مساء الخير مساك الله بالنور أخت عبير هلا والله أستاذ خبرنا عن ميزة كرة القدم الأخطاء والفطرة هل حولت التكنولوجيا كرة القدم إلى لعبة بلا حماس؟ والله في البداية طبعا يعني مثل ما الأخ قبل استعرض الأخطاء اللي صاحبت كرة القدم منذ البدايات حتى الآن لكن يعني الإضافة الجديدة لهذه اللعبة هي الفار او الفيديو كما يقال الفار طبعا صحيح يعني اضفى نوع من العداله لطرفي المباراه نعم. ولكن افقدها الى حد ما العنصر المفاجاه نعم ويبدو ان معظم الحكام يلجؤون للفار حتى في الاشياء الصغيره جدا اللي ما تستدعي ايضا اللجوء للفار تعطيل الوقت ما كان له داعي يعني اما عمليه الامور التفصيلية هدف غير صحيح نعم. تسلل واضح نعم. يعني أعطيك مثلا موضوع الكأس العالم أظن 86 يوم مارادونا سجل جول بيديه يعني هاي كان من عنصر صحيح والمنتخب البريطاني ظلم لكن هذه كرة القدم وهذه الأخطاء اللي تحصل وهذه يعني مثل ما تقول أحيانا تكون في مش على مرمى الحكم فأنتوا لاحظتوا في الأول الأخير أن مارادونا راح اعتذر للحكم في بيته عن اللي سواه في البطولة هو صحيح حق البطولة للأرجنتين ولكن أيضا من باب العدالة حاب أن يروح يعتذر الحكم عن
نعم. الخطأ المتعمد اللي ارتكبه ومن خلال أحد الجديد بطولة كأس العالم. نعم. طيب هل تم إدخال جميع التقنيات الحديثة في الدوري الإماراتي؟ تقريبا حسب علمنا يعني تقنيات الفار بالكامل أدخلت للمسابقات المحلية في جميل. في الإمارات. لكن يعني جزئية المفاصلة من شخص إلى آخر حول متى ممكن يرجع الحكم للفار ومتى يستعين بالحكام المساعدين. أنا أحيانا في بعض الأحيان ما يحتاج للفار، ممكن الحكام المساعدين يساعدون في تحديد الخطأ إن كان هناك خطأ. نعم. هل من الممكن أن تدخل تقنيات أخرى على اللعبة؟ والله كل شيء وارد. من كرة القدم دائما في مستجدات، والاتحاد الدولي لكرة القدم حريص على تطوير اللعبة بكل من كل جوانبها. نعم. فما أتوقع أن يكون في أتوقع أن يكون في مستجدات على الساحة في نعم. السنوات القليلة القادمة. أستاذ عبد الله إبراهيم نشكرك، رئيس جمعية الإعلام الرياضي في دبي، شكرا على هذه المداخلة الهاتفية. طبعا مثل ما سمعت حابين نعرف أكثر ميزة كرة القدم، الأخطاء والفطرة، هل حولت التكنولوجيا برأيك كرة القدم إلى لعبة بلا حماس؟ والله التكنولوجيا تأثيرها إيجابي أكثر من سلبي. الحماس موجود والاستمتاع بيكون بالأداء الأداء الفني. نعم. فلما بيكون في أداء جيد وفي أداء فني رفيع، نعم، الاستمتاع موجود. فعملية التقنيات اللي دخلت ما حددت من المتعة. فنحن هلا مشاهدين عم تشوف مباراة، عم تشوف الدوري الإسباني، عم تشوف الدوري الإنجليزي، عم يستعملوا الفار، بس هذا ما حد من متعة اللعبة وحماس اللعبة. بعض الشيء ممكن يكون واحد من دمج زيادة فيوقف على الفار، ممكن شوي يخف الهاي، بس الحماس موجود. وأهم شيء هو إنه العدالة تتحقق. نعم. فلأنه أخطاء الحكام كانت سابقاً طبعاً عن غير قصد لأنه بشر. فهلأ نحن الفار بيجيب الأخطاء اللي صعبة. نعم. اللي ممكن الحكم يمكن اللاعب ما يكون ملاحظ والحكم ما يكون ملاحظ. أهم شيء الأهداف. نعم. الأهداف لأنه هي اللي بتحدد فوز صحيح. خسارة. ضربات الجزاء، الطرد، ممكن لاعب احيانا لاعب مثلا يؤذي اللاعب الثاني او لاعب يطيح يتعور يطيح نفسه يطيح نفسه ويغش. نعم. يعني فهذا الفار ساعد كثير وما بيعتقد انه يكون سلبي على لعبه كره القدم، بس انا بتوقع يكون ايجابي. وبالنسبه للتقنيات انا عندي يعني ملاحظه. التقنيات اللي كلها دخلت على كره القدم، اتحاد الامارات كان من اول الدول اللي استعمل ودخل التقنيات، من مثلا الاتصال باللاسلكي، الفار، الكرة الذكية، الشغلات اللي كتلها يعني اتحاد الامارات كان سباق في ادخال يعني هالتكنولوجيا. نعم. اللي عم تخدم اللعبة بشكل عام يعني. نعم. نبغى نعرف اخر اخبار نادي الوصل. والله اخبار نادي الوصل ان شاء الله يعني الايام اللي جايه احسن ان شاء الله. شوي ظروف اصابات اللاعبين وشوي الوضع العام، فان شاء الله الايام اللي جايه احسن ان شاء الله. شكرا. هذا املنا يعني نحن بإذن الله في نادي الوصل نشوفكم بعلى المراتب باذن الله. الله يسلمك ان شاء الله، هذا نادينا وتربينا فيه يعني. نعم. نتمنى له كل التوفيق. بس هل باعتقادك ان كره القدم في المستقبل راح يكون فيها تغييرات؟ والله حتى الان يعني انا برايي كره القدم جميله. إذا شوي زاد ممكن تصير مملة اللعبة، يعني ممكن تخرج عن أطر الإطار الجمالي. نعم. يعني فممكن أيام الميك أب يعمل يعطي شيء عكسي. نعم. حتى الرتوشات هاي. نعم. بس حاليا بعتقد نادرا يمكن ما يدخل عليها يعني. نعم. بعض التعديلات في قانون اللعبة ممكن اللي بيسهل عمليات اللعب. نعم. كابتن فيصل شكرا جزيلا على المعلومات اللي قدمتها لنا، ونتمنى لكم الفوز والتوفيق ان شاء الله. الله يسلمك. تسلمي. الله يعطيك العافيه، وشكرا لقناه الزفراء، ونتمنى نلتقي اكثر من مره ان شاء الله. مستمرين وياكم مشاهدينا، ولكن بعد الفاصل خلكم ويانا. سينما عقيل، سحر السينما عبر العدسه.
المهاتما غاندي رحلة كفاح خلدها التاريخ. سينما عقيل في دبي مكان مميز لكل محبي الأفلام المستقلة والتي لا تحمل طابع تجاري أو ربحي. رح نتعرف على سينما عقيل وجولة عبر العدسة. أطلقت سينما عقيل في عام 2014 كسينما بديلة مستقلة وتتيح الفرصة للجمهور لمشاهدة نوعية مختلفة من الأفلام الإماراتية والعالمية ومن إنتاجات إبداعية زمنية مختلفة. أقامت سينما عقيل حتى الآن أكثر من 60 سينما مؤقتة ومتنقلة في دبي وأبوظبي والشارجة. جذبت سينما عقيل أكثر من 35 ألف مشاهد، وفي سبتمبر 2018 فتحت سينما عقيل أبوابها للجمهور من خلال موقعها الجديد في الجوز. كما تعتبر أيضاً كأول سينما بديلة في منطقة الخليج العربي، وهي جزء من شبكة الشاشات العربية البديلة التي تضم شاشات ونوادي سينما عربية، منها سينما متروبوليس في بيروت، زاوية في القاهرة، والخزانة السينمائية في طنجة. يجمع برنامج سينما عقيل عروض لأبرز أفلام المهرجانات السينمائية في العالم وأفلام سينمائية إقليمية وكلاسيكات وعناوين أفلام شهيرة بغرض تقديم تجربة سينمائية استثنائية. وتهدف السينما بنشر الوعي الثقافي والاهتمام بالفنون بشكل عام والسينما المستقلة البديلة بشكل خاص. واحد من رجال التاريخ الكبار، ارتبطت نهضة الهند باسمه وأصبح رمزاً عالمياً للنضال والاحتجاج السلمي. غاندي وفقرة بورتري. أنا أنظر فقط إلى المزايا الحسنة في الناس، ولأني لا أخلو من العيوب لا يفترض أن أتكلم عن أخطاء الآخرين. مقولة شهيرة لأحد أعظم الشخصيات التي كتب عنها التاريخ، إنها الأسطورة الهندية مهاتما غاندي صاحب الروح العظيمة. في 2 أكتوبر لعام 1869 ولد موهانداس كارمشاند غاندي الملقب بالمهاتما غاندي، وحينها لم تعلم عائلة غاندي أنها أنجبت طفلاً سيغدو أيقونة ورمزاً للنضال السلمي في العالم. ولد غاندي في مدينة بوربندر بمقاطعة كتشرات الهندية، ذلك الشخص المعروف لدى الجميع بملابسه البيضاء وجسمه النحيف. وفي عام 1888 قرر غاندي السفر إلى لندن لدراسة القانون هناك،
ولما عاد إلى الهند في مارس 1891 مارس مهنة المحاماة، فكان يرفض أن يتهم أحد من أجل دينه، ويحتفظ لنفسه دائما بحق ترك القضية إذا ما وجد أنها تتنافى مع العدل. وقد أدت به إحدى القضايا إلى السفر إلى جنوب أفريقيا التي كانت مستعمرة بريطانية أيضا كالهند، فحدث ما لا يحمد عقباه وكان سببا في تغيير حياته. أثناء سفره إلى البلاد حرم من ركوب الدرجة الأولى في القطار، وتم طرده بسبب لون بشرته بالرغم من أناقة ملابسه، ولكن البيض قرروا طرده من عربة الدرجة الأولى للقطار، فشعر بمهانة العنصرية والإذلال الذي تعرض له بسبب لون بشرته، فكان سبباً في تغيير مسار حياته. وأصبحت جنوب أفريقيا محطة مؤثرة في حياة غاندي لمكافحة العنصرية، فقام غاندي بعديد الأمور للعمال الهنود الذين قرر غاندي الدفاع عن حقوقهم أمام الشركات البريطانية التي كان يعملون فيها. وكان من ثمرات جهوده أنذاك إعادة الثقة إلى أبناء الجالية الهندية المهاجرة وتخليصهم من عقد الخوف والنقص، إنشاء صحيفة الرأي الهندي التي دعا عبرها إلى فلسفة اللا عنف، تأسيس حزب المؤتمر الهندي لانتال ليدافع عبره عن حقوق العمال الهنود، محاربة قانون كان يحرم الهنود من حق التصويت، تغيير ما كان يعرف بالمرسوم الآسيوي الذي يفرض على الهنود تسجيل أنفسهم في سجلات خاصة، ثني الحكومة البريطانية عن عزمها تحديد الهجرة الهندية إلى جنوب أفريقيا. وفي عام 1915 عاد غاندي من جنوب أفريقيا إلى الهند، وفي غضون سنوات قليلة من العمل الوطني أصبح الزعيم الأكثر شعبية، وركز عمله العام على النضال ضد الظلم الاجتماعي من جهة وضد الاستعمار من جهة أخرى، واهتم بشكل خاص بمشاكل العمال والفلاحين والمنبوذين، واعتبر الفئة الأخيرة التي سماها أبناء الله سب في جبين الهند ولا تليق بأمة تسعى لتحقيق الحرية والاستقلال والخلاص من الظلم. وبعد مرور أكثر من 15 عاماً كان غاندي بها يوماً بعد يوم يشتد صراعه مع سلطات الاستعمار البريطاني لاسترجاع حقوق الهنود، فقرر غاندي تحدي القوانين البريطانية التي كانت تحصر استخلاص الملح على السلطات البريطانية فقط، مما أوقع هذه السلطات في مأزق، وقاد مسيرة شعبية توجه بها إلى البحر لاستخراج الملح من هناك. وفي عام 1931 أنهي هذا العصيان بعد توصل الطرفين إلى حل وسط ووقعت معاهدة دلهي، وبعدها بعام واحد فقد قرر غاندي الصيام حتى الموت احتجاجاً على مشروع قانون يكرس التميز في الانتخابات ضد المنبوذين الهنود، مما دفع الزعماء السياسيين والدينيين إلى التفاوض والتوصل إلى اتفاقية بونا التي قضت بزيادة عدد النواب المنبوذين وإلغاء نظام التميز الانتخابي. مع بداية عام 1945 اقتربت الهند من الاستقلال، وتزايدت المخاوف من الدعوات الانفصالية الهادفة إلى تقسيمها إلى دولتين بين المسلمين والهندوس، فحاول غاندي إقناع محمد علي الذي كان على رأس الداعين إلى هذا الانفصال بالعدول عن توجهاته، لكنه فشل، وتم ذلك بالفعل، وأعلن تقسيم الهند في أغسطس عام 1947 بسبب الاضطرابات الدينية، وبلغت من العنف حداً تجاوز كل التوقعات، وتألم غاندي لهذه الأحداث واعتبرها كارثة وطنية.
لم ترق دعوات غاندي للإصلاح بعض الناس، واعتبرتها بعض الفئات المتعصبة خيانة عظمى، فقررت التخلص منه. وبالفعل في يناير من عام 1948 أطلق أحد المتعصبين 3 رصاصات قاتلة سقط على أثرها المهاتما غاندي صريعاً عن عمر يناهز 79 عام. مات غاندي وسقط أبو الهند الحديثة، فأصبح على الموتى أن يخرجوا رؤوسهم من القبور ليروا ما فعلنا بعدهم، وما كنا على وشك كتابته ولم نكتبه لأننا نخاف الاقتراب من الوجع ومن الغياب. مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا، شكرا على حسن وطيب المتابعة، ودعت الله.